في اعتقادي هناك 4 سيناريوهات، أولها يتم التلفيق الحفاظ على الوضع القائم من خلال تدخل واضح للأمم المتحدة مجلس الأمن كما فعلت بالنسبة لقضية القرقراسي سنة 2017، وبالتالي مثل هذا التدخل يمكن أن يكون قويا ومنتجا، وتتراجع البوليزاريو والجزائر عن طموحاتهما فيما يتعلق باحتلال هذه المنطقة العازلة. السيناريو الثاني في حال الفشل الأول وهو المتعلق بالحرب المفتوحة، وهذا السيناريو يتضمن خطورة جدية لأنه سيورط الجزائر كطرف أساسي في أي نزاع، الشيء الذي علمنا إياه التاريخ الذي عاشته هذه المنطقة في عدة حروب، كان آخر أمقالة 1981 82 83، وهذا سيناريو خطير لأنه مع توازن القوى القائم عسكريا بين المغرب والجزائر يمكن أن يؤدي إلى امتداد الحرب وإلى نتائج جد خطيرة بالنسبة لمواطني الدولتين. السيناريو الثالث وهو المتمثل في إمكانية نشوب حرب خاطفة ومحدودة تقوم من خلالها القوات الملكية المسلحة بطرد البوليزاريو مع تدخل الدول الكبرى لوقف أي رد فعل من طرف الجزائر على هذه العمليات وإعادة استقرار بالنسبة لدور المينيرسو. والسيناريو الأخير أعتقد يتمثل في إمكانية تدخل المغرب لدى الأمم المتحدة لمراجعة المعايير التي قام عليها مسلسل وقف إطلاق النار والاتفاق العسكري رقم 1 اعتبار تطور الظروف، لأن المينيرسو كانت قد أسست في حينه من أجل تنظيم استفتاء كان يفترض أن ينظم في سنة 1992، ولذلك وضعت هذه المناطق المتعددة، المنطقة العازلة والمنطقة الموالية والمناطق الأخرى، وبالتالي هذه أشياء أصبحت متجاوزة، ينبغي مراجعة هذا الاتفاق حتى تكون المنطقة العازلة قريبة من الحدود الدولية للجزائر وفي مسافة تضاهي المناطق العازلة في مختلف بلاد العالم التي تتراوح ما بين 5 و10 كيلومترات. ثم فيما يتعلق حتى بمهمة هذه اللجنة لا تبقى مرتبطة بموضوع الاستفتاء كما يظهر من عنوانها، وأن تكون لجنة مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار وكذلك مراقبة تحركات الجنود في هذه المناطق وإزالة الألغام وبعض المهام الأخرى التقليدية لمثل هذه اللجان. أعتقد أن هذه السيناريوهات 4 يمكن الربط بين بعضها والآخر، مثلا يمكن الربط بين السيناريو الأول والسيناريو الثالث، يمكن الربط بين السيناريوين معا والسيناريو الرابع، ولكن أخطر ربما هذه السيناريوهات هو إمكانية دخول حرب مفتوحة بين المغرب والجزائر. علمتنا الظروف التاريخية في حروب مماثلة مثلا بين العراق وإيران إلى آخره أن الأوضاع تكون جد متدهورة والتصعيد قد يصل إلى مداه الأقصى والنتائج قد تكون كارثية بالنسبة لمواطني كلا الدولتين.